مهم جدا نقول للناس ان برضه في ظل هذه الظروف الصعبه وفي ظل الكلام ده، يعني حاجات اسرار انا هقولها لحضراتكم وحاجات تخصني انا تحديدا الحقيقه، ويمكن كباتننا الكبار، لكن لما كنت بقول يا جماعه لازم نرد على البعض اللي كان بيتكلم، كان السياسه دايما كانت زي ما الكابتن حشيش بيتكلم كده مع حضراتكم، كان دايما يقول لك مع ابعدوا بس خلونا نتكلم دايما في مبادئ النادي الاهلي وفي طريقه النادي الاهلي. حتى النهارده في الفرحه يقول لك اتكلم بطريقه ومبادئ النادي الاهلي، وبالفعل احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحافظ على هذا الموضوع، ان احنا ما نكونش يعني اوفر قوي في الفرحه وما نكونش، لكن من حقنا ان احنا نفرح يا جماعه والله، من حق كابتن شريف ومن حق كابتن حشيش ومن حق كابتن بلال ومن حق حضراتكم ان انتوا تفرحوا. طبيعي جدا خدنا دوري، بكره والله هتلاقونا هتلاقوا فيس تاني، هتلاقوا وش تاني خالص مختلف تماما عن اللي احنا فيه دلوقتي، لان احنا مبسوطين جدا وقد ايه مبسوطين بانبساط حضراتكم. فكان في وقت بنكلم مع المسؤولين ونقول لهم يا جماعه طب عايزين نرد، ادونا فرصه بس نعمل اي حاجه، طب نرد يعني، لا من حقنا ان احنا نرد يعني. صحيح. يقول لك كابتن احنا من النادي الاهلي ما بيردش غير من خلال الافعال وليس الاقوال. صح. والله كابتن الكلام ده يا كابتن بلال يا كابتن شريف يا كابتن حشيش بجد انا كنت بعمل التليفونات دي بنفسي عشان يا جماعه خلونا نرد. وعندك الوقت وعندك المساحه الكافيه انك ترد على اي حد، وعندك كل حاجه في قناتك وعندك كل حاجه. يعني بيقول لك النادي الاهلي دائما هو مبداه هو الاقوال الافعال وليس الاقوال. صحيح والله يا كابتن الكلام ده.